السلام عليكم، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء نستهل هذه الجولة بالعناوين: استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، والبرهان يصف حملة السلاح بالشركاء في الثورة السودانية. جامعة الخرطوم تقرر استئناف الدراسة أواخر الشهر الحالي وتتجه لاستعادة الداخليات الخاصة بطلابها. المدير العام لوزارة الصحة بكسل يشكو من تجاهل الوزارة الاتحادية لتقاريره حول انتشار عدة أمراض بالولاية. أهلا بكم. بدأت بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة وسط حضور إقليمي رفيع. وحضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان رؤساء كل من يوغندا وكينيا والصومال وجيبوتي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات الأمم المتحدة. إلى ذلك فقد اكتمل وصول وفود التفاوض منذ الأمس، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما وصلت وفود جميع الحركات المسلحة أمس أيضا. وحملت كلمات الافتتاح تأكيدات على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. مبادرة الأخ الرئيس سلفا كير مبادرة ولدت من رحمة الثورة السودانية، لأن نحن نفتكر أن أخواننا في الحركة الشعبية ظلوا بكل مكوناتهم ينادوا بتحرير السودان، تحرير السودان من القيود التي أدخلته في هذه المشاكل التي نعاني منها الآن. نحن نشكره ونفتكر أن جوبا بنكرر أنه هي الممر المؤهل، وهم أهلنا وناسنا نحن بنثق فيهم ثقة كبيرة جدا، لأنهم قادرين أن يتولوا أمر هذه الوساطة، لهم منا كل الشكر. الإخوة في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، نحن في السودان المجلس السيادي ومجلس الوزراء وكل مكونات الحكومة في الفترة الانتقالية مصممين وعازمين أن نوفي الفترة الانتقالية حقها، وملتزمين بتنفيذ الأهداف التي وردت في ميثاق الفترة الانتقالية، ولأول واحد من مهامه هو تحقيق السلام في السودان. وأكد البرهان أن المفاوضات الحالية تختلف عن سابقاتها باعتبار أن من حملوا السلاح هم الآن شركاء في الثورة السودانية والحلول التي ستخرج السودان من وحدته. وأبان أن حكومة الفترة الانتقالية في السودان حريصة على أن تضع أسس الحل بصورة جماعية لكافة المشكلات. نحن الآن نتحاور باسم السودان، ما في دول غالب ولا في دول مغلوب. نحن جينا للتفاوض من أجل السودان. التفاوض في هذه المرة يختلف عن التفاوض في المرات السابقة. المرات السابقة كانت هنالك حكومة تريد أن تناصف وتقاسم السودان مع الحركات التي هي أصلا من صلب السودان. الآن أنتم شركاء معنا في الثورة السودانية الحاصلة، وأنتم شركاء معنا في الحلول، حلول السودان التي تخرج من وحدته. نحن في وفدنا المتفاوض وفي كل الحكومة السودانية والشعب السوداني نتطلع بأن نضع أسس لكل معضلات السودان ونحلها جميعا. كل مشاكل السودان نطرحها ونتفاوض فيها ونصل بها لحلول ترضي الشعب السوداني. ونبه البرهان كذلك إلى ضرورة إنشاء تكتل إقليمي يحد من المؤامرات التي تحاك ضد أفريقيا وشعوبها، مشيرا إلى أن مهام هذا التحالف تتركز في مكافحة كل أشكال التربص والمهددات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للقارة الأفريقية. يجب أن ننتبه للمؤامرات التي تحاك ضد هذه القارة، ضد شعوب هذه القارة. نحتاج إلى أن ننشئ تكتل إقليمي. هذه دعوة نتمنى أن يتبناها الأخ الرئيس سلفا كير مياردت أيضا، لبناء مجموعة إقليمية تهتم
بالحفاظ على أمن وسلامة المنطقة. التهديدات كثيرة، مهددات تتربص بنا جميعا. امتدح الفريق والركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف العلاقات الثنائية بين السودان ودولة جنوب السودان، وأشار إلى وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين. ولدى لقاء بمكتبي الفريق ثوي شاني ريد نائب رئيس الأركان للإمداد قال إن العلاقات بين البلدين والجيشين تجاوزت العمل الدبلوماسي إلى آفاق أرحب، وأشاد بالجهود التي تبذلها جوبا لإنجاح محادثات السلام التي تستضيفها بين الحركات المسلحة ووفد المجلس السيادي المفاوض. في منح آخر تسلم الفريق والركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشترك المكلف رسائل خطية من نظرائه رؤساء الأركان العامة اليمني الفريق بحر الركن عبدالله سالم النخعي والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي تتصل بعلاقات التعاون العسكري بين السودان واليمن والسودان والإمارات من جهة أخرى وسبل تعزيزها. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبي اللواء الركن أحمد علي سالم الشعناه الملحق العسكري لجمهورية اليمن ولاقي التيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، فيما جدد رئيس الأركان المشتركة حرص السودان على الأمن والاستقرار في اليمن. انطلق صباح اليوم بمعهد دراسات السلام الدورة التدريبية لقوات شرق أفريقيا إيساف في مجال التخطيط للمهام المشتركة بحضور الفريق بحر الركن مجدي سيد عمر رئيس أركان القوات البحرية ممثل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة إلى جانب السفير عبد الله عمر مدير سكرتارية المنظمة وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والمكون المدني. ولدى مخاطبة افتتاحية الدورة أشار الفريق بحر الركن مجدي سيد عمر إلى أن السودان ومن خلال موقعه الجيو استراتيجي يسعى مع الأشقاء في القارة لتطوير الآليات التي تمكن الاتحاد الأفريقي من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع القارة والاستعداد لمجابهة تحديات المستقبل. سعى السودان للانضمام إلى التكتلات الإقليمية والمنظومات العاملة في مجال السلم والأمن والتنمية، ويعتبر السودان ذات استغلال السياسي والاقتصادي في قوات شرق أفريقيا، وهو من المؤسسين حيث أعلن التزامه بمبادئ وأهداف المنظمة وقدم مساهماته إيمانا بواجبه وانتمائه وقناعة منه بأن هذه القوة ستكون إحدى الآليات الضرورية التي تمكن الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره في تحقيق السلام والأمن في القارة. حدد مجلس عمداء جامعة الخرطوم 27 من الشهر الحالي موعدا لاستئناف الدراسة بجميع الكليات والمستويات، وقرر اجتماع استثنائي لمجلس عمداء الجامعة يوم الاثنين برئاسة مديرة الجامعة رئيسة المجلس بروفيسور فضوى عبد الرحمن طه بدأ التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على يستمر التسجيل لمدة شهر. وفوض مجلس العمداء مديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لإسكان جميع طلاب جامعة الخرطوم في داخليات الجامعة. وقد قرر النظام البائد سابقا وقف الدراسة بالجامعات السودانية مع انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة مخافة توسع رقعة الاحتجاجات. أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عزم الدولة على وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات. وخلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد، اطلع رئيس الوزراء على جهود اللجنة وما عقدته من اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات بالبلاد. وقال وزير الداخلية الطريف إدريس إن اللقاء أمن على ضرورة تكثيف الرقابة على المواصلات من خلال انتشار شرطة المرور، وأوضح أن اللجنة اتخذت خطوات عملية لحل هذه الأزمة. وأبان أن رئيس الوزراء وجه اللجنة بمضاعفة عملها وتقديم تنوير دوري بمخرجاتها لمجلس الوزراء. وجدنا أنه من أولى الأولويات أنه نبدأ بالمشاكل الإدارية اللي هي الرغابة بكافة مستوياتها، وتصدرنا
موجهات بخصوص طوالي فورا انه تكثيف الرغابة من خلال انتشار الشرطة وشرطة المرور والرغابة، يعني من حيث برضو انه شرطة كافة الناس تعمل في هذا المجال، وكذلك انه الرغابة على المواصلات وتكون في محاسبة، واهم شيء انه تكون في محاسبة تصل الى صاحب الترخيص. واصدرنا عدد من القرارات في هذا النحو يعني تتجاوز العشرة يعني قرارات. وكشف والي الخرطوم أحمد عبدون عن حلول عاجلة اتخذتها حكومة الولاية لحل أزمة المواصلات، أبرزها صيانة الطرق بالإضافة إلى تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة في مجال نقل الركاب. وأشار إلى أن القطار المحلي لنقل الركاب سيبدأ العمل في الشهر المقبل بجانب وصول 390 بص من خارج البلاد خلال الأسابيع القادمة. الحمد لله اللجنة الوزارية شكلت لمعالجة مشكلة المواصلات في البلاد عامة وفي ولاية الخرطوم خاصة، اجتمعت اجتماعات راتبة حوالي 3 اجتماعات، والحمد لله هذه الاجتماعات تمخضت إلى نتائج إيجابية، واليوم هذه اللجنة كانت في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء. قال المدير العام لوزارة الصحة بولاية كسلا نور الدين حسين إن الوزارة الاتحادية تجاهلت تقارير صحية لوزارته عن انتشار عدة أمراض بكسلا. وفي مؤتمر صحفي كشف المدير العام لوزارة الصحة بالولاية عن ظهور حالات من حمى الوادي المتصدع وحمى الضنك والشيكونغونيا والإسهالات المائية بجانب ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا، وأعلن عن تأخر وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة المرض رغم امتلاكها المعلومة منذ وقت مبكر ورغم الوعود المتكررة بزيارة الولاية. عزى حسين تأخر التدخل الاتحادي لظهور حالات مماثلة للمرض بأكثر من ولاية، لكنه أكد أن كسلة تعددت فيها الإصابة بأكثر من مرض، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع قبل انتشاره في المحليات والولايات المجاورة. كشف رئيس مركز البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية آدم يوسف موسى عن دور المركز في تطوير العلاقات الثنائية بين شعبي البلدين، داعيا في تصريح للشروق إلى ضرورة نمو العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط الخرطوم وإنجمينة. وقال موسى أن المنتدى الدوري ظل يناقش القضايا الأفريقية ويفرض مساحة لتناول العلاقات السودانية التشادية وأثرها على المنطقة، موضحا أن المنتدى يتناول سبل تحسين العلاقات ومعالجة التحديات بكل شفافية ووضوح. تناول أبعاد مختلفة، البعد اللغوي، البعد الثقافي، البعد الديني، والبعد الإثني أو العرقي أو التداخل. تطرق إلى تحديات عديدة جدا وتناول هذه التحديات، تحدث بجرأة وتناولها حقيقة يعني بوضوح، وقد أفاد وأكد أن العلاقات التشادية السودانية تسير على ما يرام، ولكن هناك تحديات خارجية وتحديات داخلية تلعب دور أيضا، إضافة إلى قضايا جديدة طرأت مثل انتشار الأسلحة، مثل الارتزاق عبر الشباب وغيره. قال الأمين العام للاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاء مدثر أحمد إسماعيل إن واقع المسلمين في السودان يضطرهم للمطالبة بالحد الأدنى من الاتفاق والتنسيق مع مختلف المكونات الإسلامية والاجتماعية بدلا من التكتلات والتحزب. وأشار إسماعيل في مؤتمر صحفي إلى أن السودان يعاني من كثرة الجراحات والتحديات، وقال إن الهدف من قيام الاتحاد هو إصلاح ذات البين وإصلاح ما فسد في البلاد من قيم وتشويش للدين من خلال ربط الدين بالممارسات الخاطئة، والعمل على توحيد أهل القبلة وإصلاح القلوب وتفعيل دور الشورى لكل القضايا التي تهم الناس والدعوة إلى التعاون على البر والتقوى. تسعى الشركة السودانية للهاتف السيار زين لدعم البرامج الصحية والأنشطة المجتمعية للمرأة السودانية، حيث تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام حملتها في دعم برنامج التوعية بسرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر لدى النساء. وتميزت حملة زين هذا العام بالعديد من المبادرات مثل تنظيم المحاضرات ودعم المراكز الصحية بأجهزة حديثة للكشف المبكر، وقد أثمرت الشراكة مع مجموعة المبادرات النسائية عن تطور ملحوظ في جميع محاور وفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كل عام تتجدد الإطلالة الزاهية للشركة السودانية للهاتف السيار زين في شهر أكتوبر الوردي بمبادرتها للتوعية بمخاطر سرطان الثدي والكشف المبكر لدى النساء. ومنذ انطلاقة المبادرة في العام 11 و2000 بمشاركة مجموعة المبادرات النسوية، استطاعت حملة أكتوبر الوردي الانتشار في معظم مناطق السودان وتنوير الرأي العام بضرورة الكشف المبكر. نحن متطوعين في المنظمة دي وبنطلع دائماً بنمشي الحملات في كل المناطق عشان منوعي النساء بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وبالإضافة للعيادات الدورية المتنقلة، اتجهت شركة زين إلى إنشاء مركز مجاني متكامل يعنى باستكشاف مرض سرطان الثدي وعنق الرحم. تم تزويد هذا المركز بأحدث الأجهزة من أجل خفض التكاليف على طالب الوقاية والإسهام في سرعة العلاج، بالإضافة للأدوار التثقيفية والتوعوية حول المسببات الأساسية لسرطان الثدي وأهمية الكشف الدوري المبكر. الناس كانت بتتخوف بأنه تكشف مبكر، لكن هسه في الوقت الحالي نحن بنقول أكشفي بدري تنجي تسلمي. وشهر أكتوبر شهر احتفالي بمشاركة زين مع مبادرة سرطان الثدي النسائي مع إدارة التعليم قبل المدرسة. استمرار شركة زين دون كلل أو ملل في هذا المجال يأتي من منطلق مسؤوليتها المجتمعية واهتماما بقضايا المرأة، سعيا لحل مشكلاتها الصحية وحفاظا على مجتمع معافى وصحيح، وتطويرا لقدراتها في مجالات التنمية المجتمعية بمختلف ضروبها. فقرات السودان هذا المساء متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل: شركة عمانية تعتزم إنشاء مصنع لتركيز الكروم بولاية النيل الأزرق بطاقة 15,000 طن شهرية. أعلنت مجموعة الزبير العمانية عزمها إنشاء مصنع لتركيز الكروم في النيل الأزرق بطاقة 15,000 طن شهري وبمواصفات عالية. وأبدت مجموعة الزبير العمانية رغبتها في توسيع استثماراتها في قطاع النفط والتعدين في السودان. والتقى وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم خلال لقاء مسؤول قطاع النفط بالمجموعة سلطان الغيثي، والتي تضم شركة يارا للنفط والغاز العمانية وشركة كي اي ام للتعدين التي تضم شركة وطنية. كشف سلطان الغيثي عن رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في السودان في مجال النفط والغاز، بجانب توسيع نشاط التعدين ليشمل الذهب بعد نجاح الشركة في انتاج هذا المعدن في الفترة الماضية. طالب محللون اقتصاديون البنك المركزي بدعم البنوك والمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة المقبلة. وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الكندي يوسف إن المرحلة المقبلة تتطلب تبني المركزي لسياسات اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي، وذلك بتهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد بسن قوانين جاذبة للاستثمار وجذب مدخرات المغتربين مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى، مطالبا القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة المقبلة وفقا لأولويات الدولة. استأنف مصدرو الماشي عمليات الشحن إلى ميناء جدة الإسلامي بعد تدخل سلطات ميناء سواكن بإرجاء رحلة الباخرة المختلف حولها لحين مراجعتها من قبل اللجنة الولائية وإدارة التفتيش البحري لتحديد صلاحيتها للإبحار من عدمه. وقال وكيل المصدرين عمار عثمان إنه تم شحن نحو 60,000 رأس على متن 4 بواخر. وطلب عثمان بتعزيز سياسات جديدة تعزز فرص منافسة السودان للأسواق العالمية. وكانت عمليات التصدير قد توقفت بميناء سواكن بسبب اختلاف التجار مع سلطات الميناء حول كفاءة بواخر التصدير. شددت لجنة معالجة الظواهر السالبة على أهمية وضع ضوابط مشددة على سوق العمل في مجال وكالات السفر والسياحة والاستخدام الخارجي للحد من ظاهرة تخلف السودانيين وعدم عودتهم من رحلات السفر إلى عدد من الدول. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برئاسة السفير عصام عوض متولي الأمين العام للجهاز. وأقرت اللجنة ضمن أعمالها عددا من المعالجات في عدة محاور، من ضمنها عدم منح تصاديق وكالات سفر ومكاتب استخدام للأجانب،
بجانب إلزام شركات الطيران بالتجديد على وكالات السفر بعدم استخراج تذاكر سفر ذهاب فقط دون عودة، على أن تكون مدة التذاكر سارية حتى مدة الزيارة. تفقد والي ولاية شمال كردفان الصادق الطيب عبد الله إدارية مبادر للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه شركات التعدين بالمنطقة، ووجه الولي بضرورة الاستفادة من مشروعات المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين حتى تخدم إنسان المنطقة، مؤكدا وقوف حكومة الولاية مع مواطني المنطقة من أجل تحقيق الخدمات. قالت السلطات بولاية الجزيرة إن جملة ما نفذته الولاية من طرق في العام الحالي تجاوز 72 كيلومترا. وأكد والي ولاية الجزيرة المكلف أحمد حنان إنفاذ العديد من مشاريع الطرق بالولاية، معلنا التزامه بإنفاذ الطرق وفق رؤى فنية وهندسية لمهندسي الطرق. وثمن الوالي لدى لقائه أعضاء لجنة الطريق ومدكت والطرفة بالجهود الشعبية في إنفاذ العديد من مشاريع الطرق بالولاية. مشاهدينا، في ختام السودان هذا المساء تذكير بأبرز العناوين: استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، والبرهان يصف حملة السلاح بالشركاء في الثورة السودانية. جامعة الخرطوم تقرر استئناف الدراسة أواخر الشهر الحالي وتتجه لاستعارة الداخليات الخاصة بطلابها. والمدير العام لوزارة الصحة بكسل يشكو من تجاهل الوزارة الاتحادية للتقارير حول انتشار عدة أمراض بالولاية. تحية لكم وإلى اللقاء.